السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن الكلب البيتبول، وهنعرف معلومات عنه وعن نشأته وعن مميزاته وعن عيوبه، وهل فعلا يصلح للأطفال ولا لا، وطريقة تدريبه ونظامه الغذائي. فمن غير مقدمات كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. كلاب البيتبول هي من أشهر وأفضل أنواع الكلاب، وكسبت الكلاب البيتبول الشهرة دي كلها عن طريق سمعتها السيئة، حيث تصدرت الأقاويل حول شراسة الكلاب البيتبول. طيب، خلينا متفقين ان الكلب البيتبول هو كلب هجين من مجموعة من الفصائل، والهدف من تهجينه هو صيد الطرائد الضخمة زي الخنازير البرية وغيرها، وتم استخدامه في معارك الكلاب. وفصيلة البيتبول من الفصائل العنيدة وبتتحمل الألم لدرجة انها طلع عليها سمعة انها ما بتحسش، لكن الموضوع ده مش حقيقي خالص. هي الفكرة ان هي كلاب عنيدة جدا وبتتحمل الألم بشكل مش طبيعي. طب ايه اصل الكلاب البيتبول؟ يعود اصل كلاب البيتبول الى كلاب مولوسوس، ودي كانت تعرف بالكلاب المقاتلة، واللي نشأ منها كلاب بول واللي اشتهرت بالصيد. وبعد كده اتعرضت كلاب بول للتهجين مع كلاب تيرير، وفي النهاية ظهر الكلاب البيتبول وحملت شخصيتها صفات مشتركة من الفصلتين، واللي خلاها تتمتع بمهارة كبيرة جدا في القتال واصطياد الفرائس. طب تعالوا نشوف عيوب الكلب البيتبول ايه. كلاب البيتبول عنيدة جدا وعندها كبرياء، وبيخليها ما تستجبش للأوامر في بعض الأحيان، والأمر ده ممكن يخلي مربي الكلب البيتبول يتضايق جدا لو هو مش على دراية كاملة بطبيعة الكلب بتاعه. يجب توفير نوعيات معينة من الأطعمة لكلب البيتبول، وده طبعا هيشكل ميزانية مرتفعة جدا بالنسبة لبعض الناس. تالت حاجة، لو بتفكر تربي كلب بيتبول في البيت فلازم تربيه من هو جرو صغير، لأن هو شرس جدا وقوي جدا، ولو فكرت ان انت تربيه وهو كبير هيبقى الموضوع صعب وشديد جدا. رابع حاجة، الكلب البيتبول محتاج شخص يكون رياضي علشان يدرب الكلب تدريبات تليق بجسمه فعلا، وده مش هيتم غير عن طريق ان هو يتفرغ له وقت كبير، يا اما تجيب له مدرب يدربه بالشكل اللي يليق بيه. خامس حاجة، تربية الكلاب البيتبول مش هتبقى فكرة مناسبة قوي سواء للفتيات او الاطفال. كلب البيتبول لا يصلح ابدا في التعامل مع الاطفال الا في حالة تم تربيته مع الطفل من وهو صغير وتعويده عليه مع تدريبه بشكل ممتاز. وفي حالة ان الكلاب البيتبول فعلا اتدربت على حماية الاطفال هتكون محبة ليهم وهتحميهم بشكل كبير جدا، وممكن توصل لدرجة ان الكلب البيتبول يضحي بنفسه علشان خاطر الطفل. سادس حاجة، ان الكلب البيتبول بيحتاج لنظام غذائي قوي وصارم من اجل الحفاظ على لياقته وصحته، وبإذن الله هعمل لكم حلقة عن النظام الغذائي للكلاب من فترة الرضاعة حتى فترة البلوغ. مميزات الكلب البيتبول، اول حاجة ان الكلاب البيتبول عندها نسبة عالية جدا من الذكاء، وده بيخليها تدرك وتستوعب الامور بشكل سريع جدا. بتتميز ان حجمها صغير نسبيا، وبالتالي لا يجب توفير مساحة واسعة في المنزل. ومن اهم ما يميز كلاب البيتبول ان هي قليلة النباح، فهي لا تقوم بالنباح الا في حالات قليلة جدا، وهي سواء جوع او عطش، وطبعا هتنبح لو حست بعدم ارتياح او حاجة غلط او خطر يهدد المنزل. الكلاب البيتبول نقدر ان احنا نعتمد عليها في مهمات الحراسة نظرا لما تتمتع به من قوة وشراسة كبيرة. من الجميل في الكلاب البيتبول ان هي مش كلاب مزعجة، فلو حس ان صاحبه مشغول عنه هيسيبه لحد ما يخلص اللي هو بيعمله، على عكس انواع معينة من الكلاب، ففي بعض الكلاب بتتطلب عناية مستمرة طول الوقت. الكلاب البيتبول بتصنف من اوفى الكلاب لانه ممكن يضحي بحياته في سبيل انقاذ حياة صاحبه. طب ازاي اقدر ادرب كلب البيتبول؟ لو هتجيب كلب بيتبول فاخرك قوي ان انت تجيبه وهو عنده 4 شهور، علشان تقدر تتعامل معاه من وهو صغير ويقدر يتعود عليك. لازم تدربه من وهو صغير بشكل مكثف عشان تقدر تسيطر على شراسته، والبداية تكون بتدريبات الطاعة، ولما يكبر شوية تدربه على الحراسة، ولازم في الخطوة دي يبقى عندك صبر. والتدريب بيكون على دفعات، وتوقف التدريب لو الكلب حس بالملل، واوعى تستخدم الضرب والتعذيب معاه. كده اكون خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مجد علي، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم.